يا الله، بس شو طالع حلو الصالون، ما توقعت هيك بياخد العقل. شو هالالوان، شو مزوقه هالنونو، بس يعني شو خطر لها هيك تغير؟ قاسم اسمي. شو بعرفني؟ سميحه، انت اخر وحده بالدنيا بتقول شو بيعرفني. ليه شو في؟ ما في شيء. لك ليكون هي الشغله لها علاقه بجية امك. فعلا هلا اتذكرت، عن جد كثير انا زعلانه منك سمسمي. يعني كيف هيك امك بتجي من حلب وبتقعد هون بالشام وبتسافر، لا بشوفها ولا بتعرف عليها؟ كثير كنت حابه اتعرف عليها. هي اجت يوم واحد، انا يا دوبني شفتها. يعني ما التقت بحدا هون من معارفكم بالشام؟ حدا مثل مين يعني؟ ما بعرف، يعني اي حدا هيك من معارفكم اصدقائكم بالشام؟ لا، نحن ما عندنا اصدقاء ومعارف بالشام. طيب يعني ادري جاركم ما اجا يعني لعند امك، يعني ما سلم على خالته فريده؟ ايوه هلا فهمت عليكي. ايه مريق ادري، وعزمنا على العشاء كمان. عم تمزحي؟ لا عم بحكي جد. يا الله، عن جد شو شهم، شهم وصاحب واجب. بتعرفي سمسمي، انا بحس انه انا وياه كثير 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 مشبه بعض. ايه وانا كمان بحس هيك شيء، وبحس كمان انه انتو الاثنين فولة والقسمة نصين. ها تذكروا القط؟ هو؟ ايه بس مو جاي عبالي رد علي. لا سمسمي، الله خليك ردي. ليلى رد؟ لولو قلي لا ترد، الله يوفقك قلي لا كرمالي. طيب يلا خلص رح ارد كرمالك. رح رد. الو؟ الو؟ مرحبا جارتنا سميحة، أنا أدري، والله كتير كتير مستوحش لخالته فريدة، والله حاسس بالغربة موت ما سافرت. بقناش كتاب بقول لحالي، بدي أخذك وأعزمك على العشاء ونطلع سوا. من وين عم تحكي أنت أدري؟ شو هالضجة هاي؟ أين ضجة؟ لك لا هي صوت المي عم بحكي معك بالحمام. من الحمام؟ لأني شاري جهاز جديد ضد المي وداخل الحمام شان أجربه. خليكي معي دقيقة. ألو سميحة، تسمعيني هيك؟ ألو أدري، فصل.